معايا هنا. مزيان مزيان. لا الحمد لله مزيان. الحياه الزوجيه ديالي فرانشمون فرحان بها باسكو باقا مقابله عليا بعدا. لا الحمد لله مزيان باسكو جي لامبرسيون كتبغي هاد الرياضه وتتعاوني باش نزيد نعطي في هاد الرياضه. À part si c'est le contraire. Non, effectivement, il a raison. كندعمو بزاف باسكو هاد الرياضه كتحتاج دعم كبير حيت سي با توجور فاسيل. كاين بوكو ديال لي زيشيك والواحد بعض المرات ما تيوصلش للهدف اللي بغا. دونك ولا بد خص دعم العائله كالام كالزوجه كالاخت باش الواحد كيزيد يتقوى وكيبقى عنده الحماس كتبقى عنده الرغبه باش يوصل للاهداف ديالو. هو ما تنوحش معاه في الماكله، الماكله ديالو سهله بزاف، من اسهل الاكلات سي لا سالاد. يعني اطو لي غوبا كيخصو غير لا سالاد، غير داكشي خفيف، الخضار لي ليكوم تيبغي ياكل هو كلشي، ولكن تيحضر راسو ما خصوش يغلط ما خصوش يبقى ديما نفس الفورما. ان شاء الله ان شاء الله صافي بارتي دو نو بروجي. اش بونس كو وي 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 بيان سور. انا الحمد لله كان عندي الزهر ك مي بارون بغاوني نعطي فهاد فهاد الرياضه وداروا فيها ثقه. الا كان الابن ديالنا ولا البنت ديالنا ان شاء الله تتبغي هاد الرياضه نعطيوها حتى هي لا شونس ديالها، ولا بغات شي رياضه واخده اخرى نعطيوها حتى هي لا شونس ديالها. مي جو بونس كو خص اي بارون اللي عندهم الاولاد ديالهم تيعشقوا واحد الرياضه خصهم يعطيو فرصه ليهم. ما جو بونس سكري خص ليكوت ليكوت دو لوتر ليكوت. دونك ليكوت هادي تتقولها هي، دونك هي تتسمع لي بزاف، انا اللي تنهضر وهي تدير ليكوت. لا ما جو بونس كو الواحد خصو يشوف القدام، ما يبقاش تضيع الوقت ما بين دي فيتوليتي ولا لي كيبروكو ولا لي فو بروبليم. جو بونس كو الواحد خصو يشوف القدام ويدير يد في يد في اي حاجه. وبحال اللي كانوا تيعيشوا لي بارون ديالنا الله يرحمه الاب ديالها مع الام ديالها، ولا الاب ديالي الله يرحمه مع الام ديالي، بحال اللي داروا لي بارون ديالنا نحاولوا نديروا غير بحالهم. باسكو هادشي هما لي كوبل كي مارش فينالمون، واللي تيعطيونا مثال وتيخليونا الحمد لله شادين والعائله تتكبر. اي فوالا فيريتي جيسي دو لاكومباني لا بلوبار دو طون كون جو بو با اي كو سي فريمون امبوسيبل با جي في با. مي الحمد لله دوبي كوني ماري صافي ان نون جينيرالمون اوني توجور انصامبل الحمد لله. شويه دابا ولا احسن دابا منين شفت الناس، هلا طلعت عليهم من تحت شفت الناس فاجتني شوي هين، بس بالاول كنت مستصعب الشيء شوي لانه اول مره يعني اول عرس فراح يكون غريب شوي علي يعني. خاصه انا عم عيش بعوايد وتقاليد غير عوايدي. دابا غنركب غندير هذا الاكسبيرينس. ركبتوا بالعماريه انتوا؟ ركبتوا بالعم بعد؟ بدي اسال حدا ركب العماريه شو وضعها؟ زوينه؟ زوينه. اوكي خلص صافي زين. بصراحة من قلبي بغيت هذا النهار يكون أحسن نهار بالنسبة لماريا وعلى قلبها، لأنه تعبت كثير ماريا بهذا النهار، وصراحة عملت أغلب التحضيرات للعرس كانت عم تعملها لحالها، أنا ما كنت معها، كنت عم بشتغل بلبنان، وهي كانت من لبنان عم تظبط كل شيء، عم تتصل وعم تعمل برا برا برا، فشابو بقى لها على هالتعب، وبتمنى كل هالتعب اللي تعبته تلاقي تنبسط بنهارها وهيك، وهلا كثير مبسوط فيها، وإن شاء الله يا رب تضلها مبسوطة. وبوجه لها رساله من منبركم، بقول لها انه انا بدي ضل شخص اللي بساعدك وبرد لك حياه حلوه وزوينه ونبقى مع بعض ونجيب اولادنا وتنبسطوا فينا، وان شاء الله هيك نضل ايامنا حلوه يا رب. ماريا اولا كان بغيك وكانت سطع عليك. الوغ فرحانه بزاف ومخلوعه بزاف والله يدوز هاد الليله على خير. غادي نركب في العماريه وفيها شي شويه الخلعه. حيت ملي كنت صغيره كنت كنخاف نطيح من العماريه، ديما كنحل مراسي عروسه وتنحل مراسي طايحه. وهي اللي يديرها هاد الليله اختي اللي يديرها. ميرسي بوكو. نبغي نقول ليه بلي تنبغيه بزاف وبلي كنتمنى انه يعجبو الحال اليوم وينشط معنا، وكنتمنى انه يدوز الويله زوينه وتعجبو التقاليد المغربيه. كان شي حاجه فهو الصدق، الا كان الصدق والنيه والحب الخالص لوجه الله، وان الانسان كيقول لا تزوجت صافي هذه مرحله الشريك عمري غنقضي به ما تبقى من العمر. كنظن الصبر كنظن هكذا وعندها الصح. سهل لا ماشي سهل. كيف ما قال رشيد والله العظيم غير الصبر والثقه
والحمد لله الحب هو اللي اساسي جدا في اي علاقه. والحمد لله كنبغي انا ما تزوجت ابتسام، كانت كومام كان نوض، كانت عندها ديك الساعه 28 سنه، كان واحد فكرات. وانا كنت ايضا نضجت المشكل ديالنا في المجتمع ديالنا هو اننا كنزوجوا صغار وما عندناش خبره وما عندناش ناس اللي يحيطوا بنا باش يعلمونا، وكنثقوا في هذاك الشيء اللي كنشوفوه في الانترنت ولا في الافلام، كيسحبنا الحياه ديال الانسان هي عباره عن فيلم. لا، هي عباره عن معاناه، هي تنازلات اللي كيخص الانسان يديرها في حياته كامله باش يقدر يوصل لهذيك النتيجه. وبهذا المنبر كنحيي باه وامه اللي كانوا دائما كيساندوني وكيعاونوني وكيقول لي ها شنو خاصك ديري، ها اللي كيبغي راشد، ها اللي ما كيبغيش، وخوتو نفس الشيء. والله العظيم زعما داروا معايا واحد العلاقه زوينه بزاف، وحسبوني بحال بنتهم، والحمد لله العلاقه ديالي 22 عام. فوالا دونك باهم وخوتو، خوتي وباهم. عندك غير 21 عام، انا ما عرفتش منين جبتها 22 عام. ما عرفتش منين جبتها 1996 لو 15 اوت. واخا ولا فيا الزهايمر ما عاقل هذه القضيه هذه. كتزيد عام في الزواج وكتنقصوا في العمر ديالها. الله يعاونه والله يوفقه والله يسهل عليه ما صعب والله يرضي عليه دنيا واخره. هادشي اللي غادي نقول. هي عمري الله يديني قبل منها، حيت جو سخي تخي تخيست الا مشات وخلاتني غنبقى تالف. ميرسي ميرسي.